انا عارف اول ثلاث خيارات انا بل ما يجيبها. كم يلا نبدا مع من؟ معي. قول له الفكره وشو؟ تطلع الدور تختار واحد معك شوف اتقانك، انت شخصيه البطل، هذا سنيد لك يساعدك. كمبارس؟ لا كمبارس مين حلوه ترى يا اخوان. صادق عز السنيد حلو. عاد تقصد عامل سنيد يعني تسند عليه ابشر بساعدك انا سندك فهمت؟ اي سنيد. عامل مساعد. اي اخوان انت علامكم قرشات مو كل واحد يقدم يعني برشوا على اخذها كاش. لا لا الريان معهم. ريان بايعكم اليوم. ريان بايعكم اليوم معكم زهايمر انتم بايعكم اليوم. منو؟ ريان بعتكم يا عيال؟ لا صدق صدق لا صدق لا انت دب تقول لي على طول. اذا انت مره معي مره معه شو وضعك انت؟ ما حد يعرف لي انا. ها؟ حتى اخذ كاش دخل اي شكلك بياع. المهم نبدا باول شيء مناحي. جاي تشتري موتر بالمعارض اختار واحد. التايمر شغال معك ثلاث دقائق. يلا اختار واحد. اي قبل لا يبدا التايمر اتفق انت وياه. تعال تعال انا استاهل. عندي مداخله. انا استاهل. ارثم. كيف تظلمتني؟ اي باخوي والله هو عطاني اياه. والله. انا دائما استعمل اشتراكات واجيب امثالك. قل له قل له قل له كلمه كذي قل له. ثواني ثواني. ايه بعد جاهزين؟ اشتري. اشتريت سيارات، انت جاي تشتري سياره ولا هو جاي يشتري؟ انت تحاول انك تختار الدور اللي يكون فيه البطل. انا لا انا اللي بشتري السياره. انت بدك تشتري خلاص هذا اللي بيبيع. يلا تايمر شغال دقيقتين. اصبر خليني ثلاث دقائق. يلا شوف لا دقيقتين حلفت ما عليه حلوه ثلاث دقائق عادي لو تخلص. واحد اثنين ثلاثه. لا تخلص السياره بس ساعه نقصرها. طب طب افتح ذيك. طب طب انت راح الموتر. اي يا ابوي مساك الله بالخير. الله يطول عمرك. كيف الحال؟ هلا والله. حالك طيب؟ خير ابشرك. مرحبا. الموتر هذا وش جايه؟ ما سليم شرط ما في شيء مره. ما طقها الشاكوش. ما طقها الشاكوش. أنا قدام قف حصة والعدة ما مشى واجد. وكيف الفحص الدوري والاستماع؟ جديد كل شيء جديد. كل شيء جديد. نقل على طول بس. ما طقها شاكوش. نهائيا. طيب ولا فحصنا؟ أفحص. اللي أفحصنا طيب. هربونا قبل الفحص. كم عليه كم عليه؟ وصل 60. والصامل؟ يفرق السوم ما احنا مختلفين. للصامل؟ إيه يفرق السوم. أنت طيب. يا أخوي هذا اللي يسوم اللي يسوم الناس واجد لكن الصاملين قلة. لا لا أنت خليك صامل وسمه تفرق السوم يلا. دراهم كاش كاش يلا كاش كم. كاش كانك صامل 57 لا جزاك خير 57 سمني 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 صل على النبي صل على النبي لا انت صدقت خليك اصبر 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 لا قبل الكبوت يا اخوي لا قبل الكبوت خلنا نشوف باقي نبحث نشوف يا اخوي 57 جاهزه الله يطول عمرك يا اخوي ورانا تامين ورانا تامين ورانا نقل ورانا معرض كلها بسيطه 65 تبيعها 65 راس مالي فيها 68 لا لا تحلف انا قلت لك لا تحلف ما حلفنا لا تحلف يا اخي انت حلف لا تحلف اسمع اسمع بعدين الموتر هذا ايش فيه؟ ناقد عليه الرفرف الرفرف جايه ايش جايه؟ جايه الله العالم انه مسمكر ولا فيك شيء يا ابوي؟ اكح من داخل خلاص خل الرفرف في شيء خلاص خل الموتر الموتر جايه ما احنا بايعينه ما هو البيع انت ما هو البيع وش اللي ما هو البيع يا اخوي البيع الحاجه الحاجه اللي الحاجه اللي حلها خشم الريال اسعار خشم الريال وحلها هاي مثل الشاعر ما هو البيع قفلنا معاه على فكره ما اشين من موترك اللي من هو انا اي يتفضل توكل على قم يا ريال افتح ملاحظات قيم قيم عاملني معاملة دريول عندي قم اجلس هنا بس ارتقع والله قم ريان ريان برستيجي ريان برستيجي ترى ماني خويك اللي بالسياره مش انا مقدم هنا صل على نبيك ايه انا اللي اعلمهم على الادوار اجهل طيب رقم الايبان رقم حساب سلامات يا ابن ملاحظات ايش دخلك انت يا اخوي من توريني يا علي يا اخي بكتب الدرجات يا ملهوف انا اسف الايام السوداء اخص انت عندك ايام سوداء عندكم 300 ألف تريلة وعندك أيام سوداء أنا أيام السوداء صدع بي أنا أتحدى سبع قوية سحب رقم تضاف على البنك أتحدى ها؟ ما أسحب رقم تضاف يا رجال يستقبلون على باب البنك بس يا ولد لا تموت أنت ليا وحط رقم حساب حتى ضربت في ناس يطلبوني يا ولد حتى ضربت فيها فلوس إي تحس 500 خصم
خصم 200 وش هذا؟ بس بس ترى يقول لك مو 200 نقطة 200 كذا هو ترى يخصم عليك نقاط شوي يعطيك شيك ايه ما شوف مستانس يلا الحين من والله اختار قل لي اختار من الحين خلاص شطبنا على ذي اختار من 1 لـ 8 رقم 4 ما يدري ايه انتبه هذه العيد اختار من 1 لـ 8 حمد المسرد اختار من 1 لـ 8 اختار بوريك بوريك انا عارف والله اختار 2 3 4 5 8 بوريك وش توريني من 1 لـ 8 ثمانية ثمانية اوهو اوهو ايه اوهو تعال شوف عشان صعبها عشان صعبها ابو فهد اقتراح من عندي اذا انت تقبل به تقبل به يلا نسمع يقلد الدور ايه زين مين يكتشف الدور اخويا حلو حلو او يا اخي يكتشفه الجمهور حلو على تاج على تاج كشكول مع عباس ولا البزنس اليوم كم مالك دخل لا بقص هو يا الربع الان بيقلد شخصيه ايه الشخصيه هذه طب اسمع ابو فهد لبيه الان اخوياه بيدك نقاط صح بجي عند اخويا بيقولوا لي باذني من مره واحده اذا صح بعلمك تعطيه نقاط خلاص اللي يجي اما الجمهور اما الجمهور عاد يختار من التاج اي هو الجمهور يختار اذا فاز اختار متى الله عليك. اذا فاز يعطيك الدرجه طيب يلا بسم الله جمهورنا العزيز اللي يقلده محمد المسردي وتعرفون من هو ذا راح بس لا تكلم بس هو ذات نفسه يلا يلا, يلا. كم التايمر جاهز دقيقه خليه يروح يجيب كاي ابشر لك شبي ضحكني او 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 أيوة. لا هذه شخصية أبو منصور لا 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 مو هو والله مو هو أنا أدري أنا أدري لا أقول حركاتك يعني شخصية معروفة بقلتها إيه وعندكم كثير أصبر ما بديت ما بديت أصبر يلا يلا قل 1 2 3 مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام اليوم في صالة التميز لي الشرف اني اقدم ليه 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 عرفت عرفت نغير نغير ما في الا هو كيف ما شاء الله ناس ما في الا هو لا صادق في غيره في غيره شو مصرط في غيره قدم له غيره كثير ايه طيب هو ما في الا هو قدم له غيره كثير والله خربت بنغير بنغير بعطيك اسم طب خلاص الحين بيقلد بيقلد لا تبي ولا من 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 لا 10 دقايق ايه والله 10 دقايق تحدى يا عيال يا عيال والله مو مسوي لكم شيء انتم انتم مسيئين له بالعكس بتقلد شخصيته انت تقلد لي واخره كاميراني يا عيال الله حلو خلاص خلاص اعطيت اسم واحد تم غير ذاك ايه يلا لا تبين يلا ابدا شباب يوم راحوا يوم سافروا راحوا على الطيار الطياره انا مرتفع ضغطي انا مرتفع ضغطي لذلك غلطت قلت طياره واحد علشان كذا انتم المبسوطين هنا يا الاربعه يا ركاز البرنامج انا طالب من المنبر انهم يسمحوا لهم يطلعون لمده 24 ساعه قلت ما جبتك بالكفش الروم عشان ترفع صوتك لا ترفع صوتك من هو انا للان ما حد جاوب صح شوف التاج من التاج بنرجع له لا دقيقة ما راح تجيب يا محمد شو؟ يعني فعلي؟ دقيقة هو مقدم عندنا بالبرنامج ما أدري أعطني الإجابة أعطيتك وقت تفكر صح؟ بداية الكلام والله كأنه لا مولا. خلاص قال المولى المولى وأنت؟ لا حد أنا أصلا أخوي قال المولى هو مو من النقاد اللي عندي واحد اثنين خمسة ثلاثة اصبر 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 أربعة خمسة خلاص خلاص أنس خلاص أنس أنس أعطاني إجابة مين؟ ألف ألف خلاص أنا قبل نعلن آخر محاولة لك أخلص شو اسمه؟ بشي بشي نروح نسولف مع ذا مكسر
مكشر 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 ريانة بلوي تنمر على تدري اني احبها والله العظيم صرفها على طول السلام عليك اذا اعلن الفايز ما انت عدى عنك ابو لا لا انا بعطيها درجات الف مبروك اللي فاز اطرح اي اسم اهبد ايه عزيز من الف مبروك من تتوقع جاوب وش قالوا طيب لا ما في اتوقع من احس انس الف مبروك انس صالح مكسر امس امس في الكبش الروم يوم جالسين غلط في الكلمه قال طياره قالها قبل ما ركزتوا اذا طياره بعدين قال طياره انا تدري ايش تمنيت ولد تمنيت انه يقول يا مرحبا كيف انتم طيبين والله تكون عندي طلب خلني قلد مش علي اخوان خاطري على ديما رح رح ترى شاف لها بالدرجات دقيقه ربيز طايح اسلم ربيز اسلم خلاص مش هيقول لا لا تكفى 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 ايش رايك مشعل مشعل تكفى يلا مشعل ما يقول ابد تم يلا رح سكت الله بالخير اوصل ضحكم الله بالخير معكم مشعل العنزي اقدمها نيابه عن مصرط الجبلي خالد دقات قلبك اعرفك من دقات قلبك لا اعرف صوتك يا خالد في الختام يوم جاي يعلن عني اليوم تذكرت نايف القرقاع في شارع القمه اول يوم ألف مبروك محمد المزردي أنا خرجني ما يا أخوي ما بشيك إيش جاك لا أنت يا طبعا اللي جاوب بالتاج شلوهم ها اللي جاوب بالتاج نذكر اسمه ها نذكر اسمه اللي قالها صح بس طيب كلهم قالوا صح مشكلة منو اذكرهم كلهم يلا خلينا إليف غلا انفال ايه سوسو حلو سوسو هذه شبكه ما فيها يعني طيب محمد تعلمني شغلي اختار من 1 لين 8 ما عدا اختار من 1 اختار من 1 8 6 هذه افتح بشو يا مال الصخره اللي تلطك افتح مايك مفتوح والله لا والله مفتوح يا اخي ايه دي يعني يمكن بطاريه بطاريه شفتوا يكذب علينا شفتوا يتهم وش جواره طلع وش خلنا نكبتك اكبر من كذا بطاريه ما في بطاريات شايلها كان يحش من كان عليها المحور فيها بالله توا دقيقه اسكت انت ولا كلمه وقف هناك حقق معه وانا بحشره خله هناك انت روح لك معي ارفع راسك بالله من اللي حشيته فيها اليوم قرب من ناحيه قرب لا تسوي بريء انت ها انت استاهل غيري بس مستحيل يعني شيله الحجار دي عند المتسابقين يعني في محاور في شيل وحاط فيه عرفت عندنا 6 ثانيه سكريبت 6 ثانيه دي يقوم فيها شيل وحط والله صرفنا كثير اليوم كثير ابا لا ما راح عينك لي استلمنا ابو منصور محمد منصور الله استلمنا عبد الرحمن الكليب استلمنا صالح مكسر احمد المله انت حلو ريان من عصر المستلمين بدا يرتاح لنا حلو اسلم بس لا بعد بس. لا تخاف مني بس. ما راح اناظرك يلا الحسين ومين خلاص الاسم الاخير هو قال انا هو قال حتى اساسا ما لنا شغل هو قال ما لنا شغل ريان مصيبه ما لنا شغل تعال ريان الحق تعال المجرم هو اللي قال ما من هو ما ادري هناك على كرسي التحقيق ايش قال على كرسي التحقيق اوقف الفقره هنا تعال اسكت ايش قايل انت بعلمك يا اخي هو قال ما دخل فيه اجلس ولد والله ان الولد تعبان ولا ما يوصل المواصيل ذي وش متكلم عنها انت ورجع رجل ولد حبيب انت ما انت تاك عند ابو منصور عد الرجل لا اشوف انك يعني انت وضعيته خايف احنا ما نخوف الكلام ذا محمد منصور كان يتكلم على حسين تفضل لا 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 ما دخل عشان فقره لا والله قالها والله قال اخوي والله كان يتكلم على حسين هو والله انت قايل عن تبغى اقول يعني بعدين مو عن اي احد تدري عن من عن المدير التنفيذي مو ابراهيم صالح يقصد ايه لاعب المنتخب حسين ايش اسمه وش عرفه انت اليوم مباراه المنتخب بينطق
نبي نسوي له مفاجاه اليوم هذه. ليه هو محتاج منكم مفاجاه؟ طيب ليش ردة فعل؟ هو تدري ايش يبيكم؟ يبيكم تحضرون البث وبس. هذه مفاجاه. تم تم تم. يلا اختار اختار من واحد الى سته. يقول هذا ما يعرف. يقول لك مصري. هذا ما يعرف لا. ما لي دخل. يلا مصري زعلان على الفاصل. مصري فاصل وشو؟ على الفاصل جاء فاصل وزعل عليكم ليش تبغى؟ عادي يا جماعه. عادي يلا رح. خذ فقرتي بعد، خذ الاربيز. انا مصور. خذ ولدي فهد. شلون؟ وانت انا بقول كاكات انت تقول يا عمي ليه كات؟ خلاص يلا نبدا نبدا ها نبدا. اقعد زي ما انت. بنقول واحد اثنين ثلاثه ابدا. السلام عليكم اعزائي المشاهدين. كات 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 كات. ليه يا عمي كات؟ كل شويه كل شويه كات كات كات. ليه يا عمي ليه؟ عندنا مشكله بس بالكاميرا. ايش المشكله؟ وين حبيبي انت مذيع منت تقني؟ اقعد. وش المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله دي اللي من جيت من بيتنا في فاصل 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 ليه؟ اخر مره اخر مره يا والله والله والنبي والنبي لو تطلع فاصل مره ثانيه. اوكي اوكي وش الجمهور ذا اللي يسولف؟ طيب لين واحد ابدا. السلام عليكم اعزائي المشاهدين من كل مكان. كت 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 كت. خليني اعدل الكاميرا ذي يا عمي. اسمعني يا عم. انا ماني قبل قبل الكاميرا قبل الكاميرا. ايه المشكله؟ ايه المشكله في الكاميرا؟ المشكله ايه المشكله؟ انها مش عايزه تصور جمالك. بس ليه تطلع فاصل؟ ليه؟ اخر مره ما اقدر. اخر مره ما تعرف الحركه ذي؟ خلاص لو تطلع فاصل اذبحني. اذبحك 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 هنا. اوكي اقعد. بسم الله. ثلاثة اثنين أربعة اثنين. أبى أشوف أنت مركز ولا لا. اثنين واحد أبدأ. السلام عليكم أعزائي المشاهدين في جميع أنحاء المملكة. اليوم نحن عمي إيه؟ إيه ده؟ أعدل فوكس على وجهك. إيه ده؟ إيه ده التصوير؟ أنت من وين جاي؟ جاي من الصناعية أنت؟ إيش فيها الصناعية؟ قاعد أصور. اصبر هد. أنت مو مصور أنت؟ أنت مو مصور؟ أنت جاي أنت جاي أنت جاي تلعب هنا صح؟ يعني فوق ما جاي تلعب؟ فوق ما انت جاي تلعب انت. انا اكلمك يا عمي انا اللي اصورك. جيب كم اطلع برا انت برا. ايه انت عشت الدور برا. حاطني واطلع برا انت. انا جايك مصورك. انا اللي مصورك مو بنت. ايه ده دي كاميرتك؟ والله لو تكسرها دي كاميرتك؟ عظمة دي كاميرتك؟ لا كاميرة هباس. اوعى اوعى انت. ده انا ده انا ده المصور ده المصور بتاعك ما يعرفش يصور. بص انا ابو نوح اللي طلع لك الروح. اوعى امشي كاميرتك. اوعى انا مش عاوز اصير مذيع مش عاوز شيء. انا اخر مره اخر مره انا اخر مره. خلاص خلاص شكرا والله يا ريان على الدور الجميل اللي قدمته. شكرا شكرا. شيك شيك زعل زعل زعل. بديك الشكر تعال تعال بديك الشكر تعال 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 زعل. والله والله لازم اسامح. جيبه 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 لا بقسى الحين جيبه. ها خطا انت اللي قايل لي. اقسم بمن احل قسم هو اللي قايل لي الكلب. انت تدري ان زعول صح؟ لا لا ما اسال ما اسال يا اخوان. قبل شوي مر قبل شوي واحد جاء هنا اسمه محمد الطواله. ترى ترى من المواهب اللي راح تشاهدونه في رمضان الجاي ذا. حامي حامي جوال حافظ بس خلاص. كم ما قلتوا لي يا مدح طيب؟ سالفه دراسه تدري؟ والله والله بطل بطل بطل. من اللي ما جانا؟ كلهم مثلوا. لا انس 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 اختار من واحد الى ثمانيه. اختار مع عدم وجود ثلاثه واربعه وسته. عطني اربعه. لا خلي ثلاثه سته اختار ثلاثه. تدق على واحد بخيل تبي سلف. من تختار؟ انا بصير البخيل. ادق ادق بسيط. ها بدق قالوا معك سلف. انت دق على واحد بخيل. انا ادق عليه. اي يلا. لا ركز هباس انت كلمه انت اللي كلمه هباس. يلا يلا بدا التايمر. يا ولد شيل الرز شيل الرز الرز طاح الرز طاح جمع الرز طف الكهرب طف اللمبات طف الدنيا كلها. خلني بدق. الله العظيم انه خلينا نشوف ان شاء الله. والله انه ما عمره نفعني بس يلا بدق عليه بشوف هو هل هو يعني بيساعدني ولا لا. طف الشغل الشاشه طف الشاشه صرف كهرب صرف فواتير طف الشاشه دق اشوي دقه لا يقطع عشان ما دق عليها انا.
الو هلا هلا والله هلا وسهلا هلا بطيب الذكر يا مرحبا هلا بالشيخ اللي فعوله كل مجلس تنقال هلا هلا فعولك ما الله خلق لها رجلين لكنها تعدت الدار كلها ما شاء الله ما عليك زود ما عليك زود بالله اطول معي الجوال بشاحن ها لا تطول معي الشاحن بيطفي الجوال ما اقدر اشحن في الشاحن والله طيب انا بقول لك ان الدنيا ايش فيها فيها من الصواديف اللي تحد الرياجيل تنخى بعض الرياجيل الله يعينك وانت والله من ضمنهم يا الامير لكن طلع اسمي ايه طلع اسمك والله مصنف يقولك من كبار المراجل ايه لكن طلع عمرك انا والله بيلي بس 5000 ريال ها 500 ريال وش 50 ريال شو كيف 5 ريال يا شوى اسمع قل لا اله الا الله والله ظهر في ابغى اعلمك والله الفاتوره الكهرباء شدتها شفت ولا ولع يا ابو ام قاضي والله حتى العماره اجارها والله ما جاني ما جاني احول الا 280000 بس شفت ولا اخوك وال5 ريال ذي احتاجها انا لكن انت تحتاج ضروري 5 ريال وش انا زليت اقول 5555 ريال وش ايه 5000 و555 ما عندي 5000 ما عندي 5000 حد صح 5000 طيب متى ترجعها كل شهر بعطيك 500 انا يا اخوك انا 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 راتبي محدود عشان بكره ما تقول ان انس انت تنقد عندك ولا شيء تنظري شوف انا اعطيك 5000 ما عندي مشكله إيه؟ لكن تمسكها وترجع لي بسرعه كيف امسك ارجع اعطيك بيدك تاخذها بس امسكها وترجع لي 5000 بسرعه عشان بكره ما اطلع من منقو اطلع من شرها وانا وش استفدت اعطيتك 5000 قل لا بعد قل لا هذا اللي عندي غيره ما عندي الجوال في شاحن 80 سرعة أبغى يكفي 3 أيام 80 أبغى يكفي 3 أيام أنا يقولك شف بعض الناس دقيقة طب أنا ما المنكب بعلمك بعض الناس الله يحدهم أنه هو يكون سبب في فرج بعض المسلمين فأنت اكسب هالسبب ذا ما تدري يمكن يوم 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 تسوي بمعروف السنة الجاية يصير إيجار العمارة 500000 ما تدري طيب قلها العمارة تجيب على لسانك لو سمعت خل العمارة رزقها تعال تحسدني على رزقي أنا ما قلت لك لا أنا أعطيك إياها بعطيك 5000 تمسكها بيدك عد يلا ما هي مشكلة عدها يلا خلاص تم عدها 5000 عدها ورجعها لي قال الله ذو الوجه دقيق وشو قال الله ذو الوجه على يد الشباب مبدع الله يطول عمرك ريان قم الان ريان يضحكني بدون اي اجتهاداتنا بدون ايش بدون اي اجتهادات بقول لك قلدك انت الريال ايش قلدتها انت مره ريان وعياله سلامه قسم بالله تروح تبوك اسبوع هذا تلوج وراك بدي لطخك فرضمه اسمع واقول لك رحنا جبال اللوز واحد معيار مع ربع مغلق